ضمن الخطة الشاملة لإعادة المواطنين الكويتيين من فرنسا، أقلعت ظهر اليوم الجمعة 24 من أبريل من مطار باريس شارل دي غول طائرتان للخطوط الجوية الكويتية رحلة رقم 1208 و 1234، وعلى متنهما 350 مواطنا كويتيا كانوا قد سارعوا صباح اليوم إلى التواجد في القاعة رقم 1 في مطار شارل دي غول الدولي استكمالا لإجراءات السفر والعودة إلى أرض الوطن مع بداية شهر رمضان المبارك. بالتنسيق مع السلطات الفرنسية المتواصلة من قبل السفارة وأركان المكتب الصحي والثقافي برعاية سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي سليمان، وقد تم تخصيص فندق لإقامة العائدين قبل موعد السفر وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم قبل نقلهم إلى المطار. اليوم عندنا رحلتين من رحلات طائرة الأجزاء، الأولى 162 راكب والثانية 159 راكب، ويتبقى لنا طبعا بكره طائره وراح تكون الاخيره. بالنسبه للطائره الاولى اللي هي معظمهم المرضى ومرافقيهم وايضا حال من السواح، الرحله الثانيه راح تكون معظمها من الطلبه. وقد عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن تزامنا مع بداية الشهر الكريم بناء على توصيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبينهم العديد من كبار السن والطلبة وبعض المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الفرنسية. أنتهز الفرصة هذه أوجه التحية الكبيرة حق صاحب السمو الأمير اللي أصر وأن نرجع قبل رمضان إن شاء الله نسوي هناك في بين أهلنا وأحبابنا. شكر خاص جدا جدا للمكتب الصحي عبد الله الحاي دكتور فهد الرشيدي، فعلا ما قصروا مع الكويتيين. انطباعي للأمانة ما حد مقصر ويانا، خصوصا المكتب الصحي الكويتي، وكنت احنا جايين فترة علاج والحمد لله خلصنا علاجنا وأمورنا كلها تمام، وحتى السفارة ما قصروا ويانا، وأي شخص هني دبلوماسي أو أيا كان يمثل دولة الكويت ما قصر يعني، وهذه شهادة الأمانة يعني من غير يعني أحد لا يقول لي أقول ولا شيء، هذا شيء أنا شفته بعيني. ومن المتوقع أن تصل غدا السبت طائرة الخطوط الجوية الكويتية لنقل 3 ركاب فقط من مطار باريس لتكمل رحلتها إلى مطار ميونخ في ألمانيا لإعادة عدد من المواطنين المتواجدين في ألمانيا إلى مطار الكويت الدولي. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، مطار شارل دي غول، باريس.